جسر تموز من الجسور المهمة في مدينة الموصل يشطر جانبي الأيمن. بصراحة هذا العمق كان متلكي لوجود مشاكل فنية وكذلك بعض المعوقات، استطعنا حل من هذه المشاكل. اليوم الجسر قد اكتمل وبقى أعمال المقتربات، أو عزنا للشركة المنفذة أن يكون العمل يستمر لمدة 24 ساعة، وشكلنا فريق متابعة من أجل متابعة العمل في كل الأوقات حتى يكون إنجازه ضمن المدة المطلوبة وكذلك ضمن المواصفات المطلوبة لأهمية الجسر، حيث هناك مناطق عديدة تعتمد على هذا الجسر من الهرمات، مشيرفة، تموز، وكذلك الاقتصاديين، وبالتالي هو يعتبر مفصل حيوي للطرق في أيمن الموصل. كان لنا زيارة برفقة السيد المحافظ ومتابعته للعمل بناء على بعض المناشدات وبعض الشكاوي التي وردت من المواطنين وأهلنا في هذه المنطقة. الكل يعلم ما حدث في هذا الجسر، كان هناك مشاكل فنية كبيرة في الجسر، مشاكل في التربة تحت الجسر، في القنطرة القديمة، في كثير من المفاصل كان هناك مشاكل، ولكن الحمد لله استطعنا التغلب عليها واستطعنا إنجاز هذا الجسر بمواصفات كبيرة. اليوم نسبة الإنجاز 95% للجسر، وما تبقى هو أعمال مقتربات التي تقوم بها بلدية الموصل. الحقيقة هو كان المفروض أن يكون هو مشروع متكامل، ولكن هو كان في فترة أنه لم تكن هناك مبالغ متوفرة لإكمال كل هذا المشروع، ولهذا أصبح جزئين، جزء طرق وجسور، والآن البلدية تقوم بعمل المقتربات، ولكن إن شاء الله تغلبنا على كل هذه المشاكل، وخلال مدة شهر سيتم إنجاز المقتربات من قبل البلدية وربطها بالجسر، وثم إعادة التبليط وإكمال الفينيشنج للجسر، ويكون سالك للمواطنين. ويعني نحن نطلب من أهلنا الصبر قليلا، ونطلب منهم مسامحة كوادرنا، ولكن هي أشياء فنية وأشياء خارج عن الإرادة، والآن سيتم إكماله بإذن الله تعالى ضمن المواصفات المطلوبة.